التحق بنا الأمير عبد الرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال. مساء الخير أبو فيصل. مساء الخير أخوي فيصل. كنا نحكي أنا وضيفي مساعد العبدلي من البارح أنه مسلسل الهلال وإيمان الحلقة الأخيرة اليوم اختتمت. حياتي الأخ مساعد، من الكتاب اللي أنا أحترمهم وأحرص على متابعتهم. والحمد لله رب العالمين، رب العالمين أكرمنا ووفقنا وانتهينا من التوقيع مع إيمان مثل ما هو علم اليوم. السؤال أبو فيصل الآن هو عن مصير سويدي ويل هامسون مع الهلال، ما مصير اللاعب الآن؟ بالتأكيد أن احنا يعني خلال الأيام القادمة، يعني الأيام القادمة القليلة إن شاء الله ستجيب على هذا التساؤل. نحكي عن الموضوع هذا لما يصير فيه يعني إجراءات نهائية. يعني طيب هل تملكون عروض؟ عندنا خمس لاعبين لازم نستغني عن واحد منهم. يعني هل تملكون عروض للاعب ويل هامسون؟ يعني الامر هذا عموما ان شاء الله حيكون محسوم، يعني في يعني حنحل الموضوع فيما يعني يحفظ حقوق اللاعب والنادي. طيب خليني يعني مثلا ان شاء الله مساله وقت، يعني ما حاب اتكلم عنها عيد لما تخلص. طيب خليني بسالك يعني عن سؤال يمكن تحدث ايضا فيه الامير عبد الله بن مساعد هنا في البرنامج الطبع الرابع عن عرض نصراوي للاعب ويل هامسون، هل عرض النصر او العروض المحليه قائمه حتى الان؟ احنا ما له مانع انه اي احد يقدم عرض يقدم لنا اياه بشكل رسمي، ما له مانع ان احنا ندرسه ونرد عليه، ولكن مثل ما قلت لك اخوي عيد يعني خلال ان شاء الله الايام القليله القادمه حيتضح الامر تماما كما يتعلق بويل هامسون. طيب ابو فيصل، اليوم وصل ياسر للعين للانضمام لفريقه الجديد. ياسر احدث يمكن انا اقدر اسميها انقسام مثلا بين الجمهور الهلالي بين مؤيد ومعارض، انت كيف تلقيت يمكن ردود الفعل او بعد رحيل ياسر؟ هو انا كنت متوقع يعني انه قرار مثل هذا لن يكون الا محل انقسام، لانه ياسر لاعب كبير بالتاكيد ونجم ويعني يعتبر رمز من رموز الهلال، ولكن انا في نهايه الامر يعني قد قلتها قبل اني انا في نهايه الامر يعني اتخذ ما اراه في مصلحه النادي. جميل. بعد تفكير عميق وبعد مشاورات وبعد يعني تقليب الامور، ما هو دائما القرارات تكون قلتها قبل كذا يعني ابيض واسود، احيانا الرمادي يكون موجود ولا كل القرارات تخضع برضا الجميع، يعني بس انت يعني انا لاننا مسؤول عن النادي ومؤتمن عليه، انا اشوف انه هذا القرار الصحيح لعده امور، رغبه اللاعب الشديده وبامكانكم اكيد الوصول له والتاكد من الامر. يعني في ناس تصورتنا كان احنا اللي مثلا قاعدين ندور العرض لياسر او كان احنا اللي اجبرنا ياسر على الرحيل، هالكلام ما هو صحيح باي حال من الاحوال، ولا يخولني محتاج احلف على هالموضوع. يعني هناك من تصورتنا كان احنا تخلينا عن لاعبنا ياسر القحطاني، ايوه هذا الكلام ما هو صحيح. الامر باختصار اللي حصل كالاتي، في نهايه الموسم اتصل بي كوزمن او بالاصح اتصل باحمد محجوب عضو مجلس الاداره وقال انه احنا نبغى في بدايه هدف نهايه الموسم جميل نبغى ياسر القحطاني اعاره، وش رايكم يعني؟ فانا كان ردي انه هذا امر صعب يعني، وانقطعت الاتصالات من حينها، ولا جانا عرض رسمي، يعني جانا مكالمه شفهيه من كوزمن لاحمد محجوب. نعم. بعدين قبل خمسة ايام او ستة ايام ارسل العين خطاب رسمي وجددوا مفاوضاتهم ايضا من خلال كوز. جميل. بعدين انا حصل بيني وبين ياسر القحطاني اتصال ونقاش طويل. وصلنا فيه لانه من مصلحه الجميع النادي واللاعب انه يروح يجرب سنه في مكان مختلف يستعيد قمه مستوياته اللي نعرفها، مع اننا يعني اقول ياسر لاعب مؤثر دائما وابدا، يلعب في مكان بعيد عن الضغوط، يستفيد هو ايضا ماديا والهلال ايضا يستفيد ماديا، ويلعب اساسي على طول ايضا، فبالتالي يعني اعتقد انه السنه القادمه ياسر حيرجع ان شاء الله وهو في احسن حال، والجميع مستفيد من هالصفقه سواء ياسر او الهلال او حتى نادي العين. هذا هو الموضوع باختصار. طيب ابو فيصل، يعني خليني بتكلم عن رغبه ياسر بالاعاره وانه هناك رغبه شديده من ياسر، البعض ايضا ربط هالرغبه بخلافات موجوده مع سامي الجابر مدير الفريق او المشرف على الفريق كره القدم، هل هذا صحيح؟ بس بقول لك على شيء، نحن الحين في رمضان يا عيد. اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو انه هالكلام هذا محض افتراء. جميل. وانه هالكلام ما هو صحيح باي حال من الاحوال. ولا في يعني انا ما ادري يعني في نهايه الامر سامي الجابر عنده اخطاء، بس مش معقول كل شوي كل ما حصل حاجه تهم سامي الجابر فيها مسكين. احنا ننقل سامي الجابر في نهايه الامر مش مصلحته انه يكون يعني انه يبعد لاعب من الفريق او يكون فيه يعني هذا الكلام ما هو منطق. جميل. يعني انا اقصد المشكله الناس يعني حتى انا اشوف بعض الاخوان مثلا، يعني انا اليوم اطلعت على بعض
ردود الفعل. يعني في 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 ناس تقول لك انه النادي ما هو املاك خاصه لك يا اخي. انا النادي الكلام هذا يطلق علي لو كان انا والله مبلغ اعاره ياسر قاعد اصيف فيه في باريس. جميل. يعني الكلام هذا مو منطقي. يعني بنهايه الامر احنا عندنا عدد لاعبين محدود، عندنا مهاجمين اجانب اثنين، عندنا نظره فنيه بالامر، عندنا مصلحه النادي، عندنا مصلحه اللاعب. احيانا ما هم من المصلحه بقاء نجم كبير في دكه الاحتياط، لانه ممكن يصير الهدك اللي ينتج عن هذا اكبر بكثير من الفائده المرجوه. طيب سمو الامير، يعني خليني بسالك سؤال يمكن شخصي، هل كنت تتوقع رده الفعل؟ اكيد كنت متوقعها. يعني لو ما اكون متوقعها يعني اكون يكون في تفكيري في نقص. يعني تتكلم عن ياسر القحطاني، لاعب من يعني لاعب له جماهير كبيره، ولكن انا ما اخذ الامور، ما ناخذ القرارات احنا بشكل عاطفي. في نهايه الامر بعض القرارات يجب ان تاخذها وتكون مؤلمه، يعني لن تجد ارضاء الناس كلهم غير لا تدرك. واي قرار بهذا الحجم اكيد حيكون حوالي انقسام، ولو ما تخيلت انا هذا الامر يكون يعني تفكيري فيه قصور، والحمد لله ان شاء الله تفكيري ما في قصور. يعني اكيد اعاره واحد زي ياسر القحطاني حتثير هذا الجدل، الامر كان متوقع بالنسبه لي، وكان لكن كان ينبغي ان اتخذ القرار اللي انا ارى وفق يعني نظرتي وفق الامانه اللي اوكلت الي برئاسه النادي انه هذا هو القرار الصحيح. لا سمو الامير، لسه ايضا ردود الافعال لم تاتي بعد، يعني هناك في ردود افعال اخرى تنتظرك في حال تالق ياسر مع فريق العين. لا بالعكس، انا من الان انا متاكد انه ياسر بيتالق مع فريق العين، وهذا الهدف من اعارته اصلا. وانا اقول يعني في نهايه الامر يعني انتم شوفوا برا وش يحصل. هل مثلا النجوم اللي يكونون يلعبون في فرق اوروبيه ما يعارون ولا ينتقلون؟ بالعكس، انا اشوف انه هذا هو الاحتراف، وهذا تدوير اللاعبين واعارتهم لما يستعيدون مستوياتهم يحتاجون يغيرون جو يرجعون لك بشكل احسن. وحتى يعني حتى بعيد عن ياسر، احيانا تضطر انك تبيع نجوم علشان تجيب بدلاء لهم. السؤال احنا الحين لما عرضنا ياسر ما جبنا بدلاء؟ فعلا في نهاية الامر الامور هذه لازم الناس تتقبلها. احنا ما عدنا في عصر احنا في عصر الان الاشياء هذه عاديه، فيه وقت الاحتراف، وقت انك انت اللاعب احيانا تعرف متى تبيع لاعب، متى تعير، ومتى تستفيد من قيمته بعد كم سنه، حتى لو كان متميز كيف تحاول ترجع فلوسه، كيف تستثمر في اللاعبين. وعلى فكره لما نستثمر في اللاعبين احنا ما نستثمر في اللاعبين والله علشان نحصل على الاموال هذه ونحطها في جيوبنا الخاصه، نستثمر اللاعبين هذا عشان نجيب لعيبه احسن منهم. جميل. سمو الامير، يعني خلينا في صفقه ياسر القحطاني وانتقال العين. القادسيه السعودي فريق ياسر السابق والذي انتقل اليه من الهلال يجهز خطاب الان للجنه الاحتراف للمطالبه ب 25% من قيمه انتقال ياسر للعين. كان هناك شرط في عقد انتقال ياسر من القادسيه الى الهلال بانه في حال اعارته خارجيا او بيع عقده خارجيا يحصل القادسيه على 25%. والله اخوي عيد، انا يعني الامر هذا ما اعتقد انه ينطبق علينا الان، لان احنا لا تنسى ان احنا يعني في عقد جديد بيننا وبين ياسر، عقد انتهى وجددناه، فهذا عقد جديد غير العقد الاول اللي عمله ياسر اللي انتقل بموجبه من القادسيه الى الهلال. فانا ما اعتقد انه الشروط تنطبق علينا في هالامر. سمو الأمير، أكيد أنت كنت مطلع على العقد السابق بكل تفاصيله، لكن احنا استشرنا أيضا بعض اللي ما اطلعت عليه. لا ما عقد ياسر السابق لم تطلع عليه؟ ما اطلع عليه لا والله، لانه يمكن اخذنا استشاره قانونيه، بعض القانونيين ذكروا انه العقد الجديد لا يلغي العقد القديم، وانه كان على الهلال ان يخاطب القادسيه قبل توقيع العقد الجديد. والله انا ماني متاكد من الامر، ما ابغى اجاوب عن شيء انا ماني متاكد منه، بس انا اجبتك بوفق ما اعلم. وفي نهايه الامر الحق القادسيه يطالبون اذا كان لهم حقوق، ومن حقنا ان احنا كمان يعني نحمي نفسنا قانونيا. اذا اتضح انه القادسيه حق بالتاكيد سندفعه، واذا اتضح انه القادسيه حق مثلا يعني وكان في مثلا غلطه مننا في ان احنا ما راجعنا العقد الاول، بالتاكيد انا حتحمل الغلطه هذه ولن اجعل النادي يتحملها. ولكن انا اشك انه يعني عندي شك كبير انه يكون من حق القادسيه 25% بعد توقيع عقد جديد. يبغى لك ترجع للعقد القديم طال عمرك الحين الظاهره ولا تخلص؟ اي فعلا انا ما يعني فعلا هذه ما اعتقد انها ممكن تكون فاتت، ولكن انا يعني اذا كان فاتت على المحامين او على المسؤولين عن العقود بالنادي، واذا كانت غلطه فعلا سننظر في الامر، ولكن انا اؤكد لك ان قناعتي بنسبه كبيره انه هذا لا ينطبق على العقد الجديد. سمو الامير، بسالك سؤال اخر وعن لاعب اخر ايضا احداث الهلال
يعني كثيرة. خالد عزيز اجتمع مع سمو الأمير عبد الله بن مساعد لبحث مصير اللاعب، ماذا حدث؟ للأسف في خضم يعني التطورات الأخيرة في موضوع إمانة ورفع الأسبان للصفقة للشروط فجأة وتأجيل التوقيع 24 ساعة، ما بدني أسأل أخي الأمير عبد الله عن اللي صار بالضبط. هل تعتقد أن الموضوع لم يحسم حتى الآن؟ ما والله ما سألته يا عيد، ما سألته. طيب، سمو الأمير عبد الرحمن مساعد رئيس نادي الهلال، شكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا.